من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة على خليجية من الموسم 15 مع تركي العجمة. Power.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قناة خليجية. فوعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية، نبدأ بعناوين الحلقة. الأهلي يقص شريط مبارياته في الدوري ويتجاوز منعطف العروبة بسهولة. القادسية بعد العودة للأضواء يستعرض نجومه ويكسب نقاط الفتح. الهلال يدشن حملة دفاعه عن لقبه بمواجهة الأخدود، والتاريخ يقف مع الزعيم أمام أبناء نجران. الاتحاد بصبغة فرنسية يستكشف الخلود، ونزال خاص يجمع الشباب والاتفاق. هذه على وين الحلقة. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو، أبو عبد العزيز أحمد العقيل، هلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة وسلامة، هلا فيك وهلا في الإخوان، ومن زمان عنهم، وإن شاء الله موسم جديد وجميل، إن شاء الله الموسم 15، وإن شاء الله نقدم كل ما يرضي المشاهدين، وقبل كل شيء يرضي أنفسنا إن شاء الله. أبو علي منورنا ثاني يوم، هلا وسهلا. وجود نورك يا أبو جود والحاضرين، ومسا عليك بالخير وعلى مشاهدين برنامج كرة وعلى إخواننا الكبار. أبو نايف أهلا وسهلا. يا هلا. وامير اهلا وسهلا. هلا وجود حبيبي، تحياتي لك ولزملاء الافاضل وجمهور كوره بالتاكيد. ونرحب بضيفنا الخامس. ايوه هذا صار رسمي معانا. شوفوا هذا مهم، في مثل عندنا. ايه يعني انت جبت هذا. في مثل عندنا احنا في نجد يقول قم قبل يقام عنك. فاذا انت ناوي تجيب هذول خل نمشي حنا. لا 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 لا, 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 لا يعني. بالعكس. ولا لا ابو نايف ها؟ يعني انت متخيل مهما كان هذا الشيء عظيم ومهم، تتوقع مثلا انه بيعطي نفس الاداء اللي بيعطي ابو عبد العزيز ولا الاستاذ الكبير ماجد التويجري مثلا؟ الله يعني هذا ما حينشب حلقي زي ماجد. لا هو بعدين بقول شغله على الذكاء الاصطناعي، واحنا يعني امس نتكلم معاه ويرد علينا وفرحانين فيه، ترى التطور السريع في هالمجال بعد 3-4 سنين ممكن اللي يشوف حلقتنا اللي امس يضحك علينا يقول شوف الذكاء الاصطناعي قبل زين، لان اتوقع انا بعد 2-3 سنين الذكاء الاصطناعي واقف هنا جنبي جالس وقاعد هنا معانا، ولا بدال ذيبان ولا بدالنا احنا. وبالتالي يعني اتوقع بعد 2-3 سنين يضحكون علينا انه ايش قاعد يقول، شوف الصوت شوف. لكن خطوه يعني، لكن الان منطقي احنا الان والله انا شايفه يعني في عنده واقعيه احسن من كثير. يعني ما بقول كثير يعني مثلا راح نطرح عليه اليوم كم سؤال، نشوف يعني نشوفه معانا في الجو ولا مش معانا في الجو. لكن بداية الحلقة لازم نتكلم عن الأهلي والعروبة. يعني اليوم الأهلي قدم مباراة أخذ فيها المهم، ما هو المستوى المثالي اللي ننتظره، لكن نقدر نقول يعني ها بداية موسم وخطوة في الاتجاه الصحيح أمام الفريق العروبة. نشوف تقرير المباراة وبعدين نتكلم مع ضيفنا الكرام. ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، حل العروبة ضيفاً على الأهلي في الجوهرة المشعة بجدة. أصحاب الأرض عن طريق فيجا يقتربون مبكراً من مرمى العروبة. الذي لم يتوانى هو الآخر بتهديد شباك مندي. والإسباني يعود مرة أخرى برأسية لم تتجاوز خط المرمى. والثالثة ثابتة، الهدف الأول يحضر عن طريق عبد الكريم دارسي. الأول للأهلي، دارسي يسجل أول أهداف الأهلي في الموسم الجديد. كيسي يا جماعة، فرانك كيسي يا جماعة، الموهبة دارسي. تسيد أهلاوي على مجريات اللقاء وضع أبناء الشمال تحت ضغط كبير، ولكن تألق الحارس منع فيرمينيو ورفاقه من زيادة الغلة التهديفية. شوط ثان انطلق بفرحة من القائد البرازيلي بعد تسجيله هدفا ثانيا قبل أن يلغى بداعي التسلل. لتعود كتيبة يايسله مرة أخرى لتطبيق ذات الجملة التكتيكية ليهز الشباك بالهدف الثاني. الثاني لفوبي، الثاني لفوبي.
من فيرمينو خلصها الساحر البرازيلي فيرمينو للثاني علي الثاني عن طريق بوبي فيرمينو. ثنائية خضراء كفلت للأهلي أول 30 نقاط له هذا الموسم، بينما خرج العروبة من اللقاء خالي الوفاق. ألف مبروك للأهلي، هارد لك للعروبة أبو عبد العزيز. والله الأهلي قدم مباراة استمرار لمباراته لظهوره المقبول جدا في السوبر أمام الهلال، أدى مباراة جدا ممتازة ويعني كبداية موسم معطيات بداية موسم جيدة. إلى الآن الأهلي ما عنده الإضافات، حتى اللاعب البرازيلي اللي جابه يمكن ما شارك لآخر مباراة، لكن يعني وأبعد ماكسيما ما في أي إضافات جديدة قام فيها الأهلي سواء على المستوى المحلي. فراس البريكان لا زال غايب. المفاجأة الجميلة لاعب الفئات السنية عبد الكريم دارسي، سواء في مباراة الهلال أو مباراة اليوم كلها كان مؤدي أداء جدا ممتاز. إذا بنتكلم عن العروبة، العروبة أصلا ما كان مطالب أنه يكسب الأهلي، وأنا أتوقع أنه وفق إمكانياته قدم مباراة جيدة، وحتى نتيجتها وإن كان 3-0 إلا أنها تكون مقبولة لفريق صاعد أمام فريق ثالث الدوري الموسم الماضي. وإذا بأختم كلامي أختمه بالتصريح المدرب باتشيكو بعد نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي، قال أنا عسكرت ب14 لاعب فقط، وهذا ما هو فقط العروبة، فيه يمكن 6 أو 7 أندية عانت معاناة كبيرة في هالصيف من عدد اللاعبين وعدم تسجيل اللاعبين الأجانب وما إلى ذلك. شفنا أمس الوحدة إلى قبل ساعة ونص من بداية المباراة وهو عنده كثير من اللعيبة ما سجلهم. نتمنى أنه نشوف موسم أفضل. شوف ما سجلهم شيء، يعني معسكر فيهم ما سجلهم ممكن تحلها في آخر لحظة، لكن ما تعسكر فيهم خلقه يعني هذا لا. في انا الـ الـ الاخبار اللي سمعناها انه في يمكن 6 إلى 7 فرق راحت باقل من 20 لاعب. والله لازم نحط حل لموضوع الفرق الصاعده صحيح لدوري المحترفين، يعني على الاقل مبلغ كده يكون. انت تكلمت فيها العام نعم. وقبل العام وقبله انه الصاعد يا اخي خلاص له مبلغ مقطوع واضح قبل الجميع. خلاص اخذت بطاقه الصعود خذ الشيك ضبط الأمور، يعني مو معقولة بيدخل ينافس العالم دي كلها اللي موجودة. عموما نتمنى أنهم يعني إحنا عندنا مباراتين بعدنا أيام فيفا، في أيام الفيفا يكون فيه يعني كثير من التعديل لكل لأغلب الفرق إن شاء الله. أبو أميرة بالنسبة للأهلاويين اليوم مثالي، هدفين 3 نقاط وفيرمينيو مسجل. هو فعلا ألف مبروك للأهلي بالتأكيد، فوز في أول مباراة حاجة كويسة وثلاث نقاط و20,000 مشاهد أقصد حضروا الملعب في ظل حسب الأخبار نشوفها في إكس في زعلانين من يبغوا تعاقدات، لكن 20,000 معقولة جدا في أول مباراة. العروبة طبعا طبيعي كان بيدافع، لاعب فريق لاعب بثلاثة أجانب فقط وأول مباراة بعد غياب طويل عن الدوري المحترفين الدوري الممتاز، طبيعي جدا. اشوف برافو للعروبة صراحة، 2-0 مع الأهلي وكاد في لحظات انه يخطف المباراة، عمل هجمات حاول في ظل يعني نقص كبير جدا ولاعبين صغار، شفنا لاعبين صغار وما نسمع فيهم يعني حتى مش لاعبين متمرسين في الدوري الممتاز، برافو عليهم. الأهلي اخذ المهم في المباراة 3 نقاط اللي كنا نتمناه بوجود هذا الموسم، انه الفرق اللي عندها اي نقطة ضعف او مشكلة يصير تطوير فيها. اللي مشاهدينه زي الأهلي الآن راح ماكسيمان تمام ما جاء أحد مكانه، إذا في تراجع. والفرق الثانية ترى راجع، أغلب الفرق كلها كذا تراجع. التعاون أمس شوفنا راحوا لاعبين مع الفتح اليوم، وبالتالي إحنا نبغى تطور عشان يتطور الدوري ويزيد الدوري ويتحسن. ما ندري حتى فترة التعاقدات، نتمنى إنه نشوف تطوير الفرق. عموما يعني مباراة اليوم اللي تقدر تقول على الأهلي مبروك الـ3 نقاط، صحيح ما في أداء ما في مستوى كبير، ولكن حيجي بالتأكيد مع الوقت، ونتمنى إنه يكون في تعاقدات لكل الفرق. لما نشوف دوري المفترض، هذا المفترض إنه العام كويس السنة أفضل اللي بعدها أفضل، لينعكس على كل ما عناصر كرة القدم في المملكة العربية السعودية من تطوير وأداء وكل ما يبغى نشوفه. هذا للأسف مؤشر البداية الآن غير جيد. كابتن وليد، الأهلي والعروبة. مبروك الأهلي، هارد لك العروبة. فوارق الإمكانيات بوجود الموجودين في فريق الأهلي أكيد يعني
امكانيات جدا كبيره مقارنه مع اللاعبين نادي العروبه. ما اعتقد لعب في كامل مستواه، خاصه قلنا البدايات على جميع الفرق. اعتقد الفوز ما اقول باقل جهد، ولكن يعني 50% من قوه الاهلي، ولم يختبر الاهلي من نواحي الدفاعيه خصوصا، يعني رغم ان ماكو ضغط من نادي العروبه، لا اكيد ما تقدر تفتح اللعب امام فريق مثل فريق الاهلي، ولكن هناك كرات مقطوعه، وهذا كان يعني الامور السلبيه اللي كان يعاني فيها الاهلي في الموسم الماضي من نواحي الدفاعيه. النواحي الهجوميه يعني حتى لو كانت مباراه مغلقه عندهم الحلول، خاصه من رياض محرز، كان ماكسيمان في الموسم الماضي، كيسي، سميحان لما ينزل في الشوط الثاني لاعب مهاري جدا، ولكن كره القدم وتعترف بالنتيجه، والنتيجه ما تجي الا لما تكون عندي النواحي الدفاعيه تكون ممتازه، ان ما استقبل الاهداف واحاول اسجل الاهداف. دائما طبيعه لاعب كره القدم يحب انه يهاجم، حتى المدافع يحب انه يهاجم، لو الحارس وده انه يهاجم، ولكن الانضباط التكتيكي الدفاعي هذا عمل المدرب، يجب ان يصحح الاخطاء في فرق مثل يعني لما نتكلم عن نادي النصر وفي المركز الثاني اللي كان يخسر نقاط من نواحي دفاعيه. النواحي الدفاعيه ما اتكلم عن خط الدفاع فقط، عند افتقاد الكره من المهاجم الى الحارس، ولكن انا اعتقد العروبه يعني سلم المباراه اعتقد من بدايه الشوط الثاني، فرص كثيره اتت للاهلي، وحتى فيرمينيو عادي للتسجيل، خاصه المهاجم لما يكون هداف لما يسجل هدف هذا يفتح يعني في المباريات القادمه انه يكون يدخل في الفورم ويسجل اهداف. ومبروك للاهلي مره ثانيه، وهارد لك للعروبه. ابو نايف، طبعا الف الف مبروك للاهلي والجماهير الاهلي، نتيجه منطقيه جدا جدا لما تقابل الفريق الاهلي وتقارنه مثلا بالموسم الماضي، مختلف اختلاف جذري خصوصا في الاستعداد، والاستعداد هذا يعطيه خلينا نقول افضليه خصوصا في بدايه الموسم. احنا نتكلم على بدايه الموسم نقول اغلب الفرق مش جاهزه، فلذلك الفريق اللي جاهز ومستقر ممكن يكون عنده فرصه انه في خلال الجولات القادمه حتى انتهى فتره التسجيل ممكن يكون حصل نقاط تخدمه في باقي الجولات. العروبه بالتاكيد جالس يلعب بامكانياته، انا لازلت اكرر ان العروبه واضح من هدف الاداره انه مش البقاء من خلال التعاقدات اللي فيها موسم واحد، كل لاعب يدري انه موسم واحد وماشي، ممكن قدم اليوم بحسب امكانياته، يعني قدم اليوم مثلا اللعب المرتد، هذا اي فريق اللحظات هذه يلعب اللعب المرتد، ولكن العروبه اذا اراد هدفه كان البقاء، طبعا بالتاكيد اللاعبين الاجانب ما تدري عنهم، انا حتى اللاعبين الاجانب رايتهم على موسم على موسم، لذلك وين الخطا وين الخلل ما تدري. احنا نتكلم هنا ونقول مثلا والله لاعبين فريق الدرجه الاولى المفروض يعطون فلوس للاستعداد، لكن على فكره ترى في اغلب الفرق الان احنا نشوف تداولات اعلاميه كلها ننتظر الاستدامه، ننتظر يعني انتم يعني احنا نتكلم على النادي ونتكلم على الجهه الاخرى، يعني انت ما تدري ان الموسم بيبدا في التاريخ هذا، ما تدري ان عندك معسكر، اقل شيء لو دخلت المعسكر 80% من عتادك مقبول الشيء هذا، يعني انت منتهي من كم شهر، والان الى الان خطابات رايحه جايه ولا زال الوضع مش واضح، لذلك البدايه دائما خصوصا في الموسم هذا والموسم الماضي، بس الموسم هذا واضحه جدا انا بدايه يعني زي ما يقولون مخيبه لاغلب الفرق، ممكن نقول الاهلي واضح واحد من الفرق اللي مستعده استعداد جيد، نتكلم على الاتحاد برضه، نتكلم على الهلال، ونتمنى المباريات الجايه ان شاء الله تطلع لنا بمستويات احسن من كذا. طيب سؤال كذا مشترك للجميع، المنظر اللي شفناه من الاهلي في السوبر وشفناه في مباراه اليوم ممكن يحقق بطوله هالموسم بشكل سريع؟ بشكل سريع لا، ممكن ينافس تحقيق البطوله، ما تقدر تجزم فيه الان يعني مسافه طويله على البطوله، لكن يقدر ينافس. لكن انا اقول ان مشكله الاهلي من العام الماضي الى اليوم ان ما عنده جوا الملعب قائد، ما عنده اللاعب اللي يهدي الرتم او يرفع الرتم، يمسك كوره يبطي كوره. يعني امام الهلال الاهلي كان فايز 1-0 الى اخر الوقت صحيح، لكن كان يقدر يحاول انه ينقل الكره في ملعب الهلال يخليه يلعب اكثر، لا تراجع ودخل جوه ال 18 حقته وخلى الهلال هو اللي يجي له وضغط على الهلال وسجل هدف التعادل. نفس الشيء
في مباريات الدوري نفس طويل. مشكلة الأهلي أنا أشوفها العنصر المحلي لا زال عنده أقل من جودة من البقية يعني مثل النصر والهلال، لا هو أقل منهم كثير. الكاس ممكن يروح إذا كان عنده لاعب يقدر يقود الرتم داخل الملعب. طيب خلينا نشوف الذكاء الاصطناعي سألناه السؤال، هل تتوقع أن يحقق الأهلي بطولة هذا الموسم؟ خلينا نشوف. خلينا نجاوب بعده. والله يشوف. خلينا قلنا يمكن. خلينا نسمع نشوف شو يقول. النادي الأهلي السعودي لديه فرصة جيدة لتحقيق بطولة هذا الموسم، خاصة بعد عودته إلى دوري المحترفين السعودي وتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين. يعتمد نجاح الفريق على عدة عوامل، منها وفد استقرار الفريق، مدى انسجام اللاعبين الجدد مع الفريق، وأداء المدرب والقدرة على الحفاظ على مستوى جيد طوال الموسم. منافسة الفرق الأخرى، الدوري السعودي يشهد منافسة قوية بين الأندية مثل الهلال والاتحاد والنصر، وهو ما يجعل تحقيق البطولة تحدياً. ثلاثة، التحفيز والإعداد، روح الفريق والتحفيز الذهني والبدني سيكونان حاسمين في مباريات الحسم. إذا استمر الأهلي في تقديم أداء قوي ومنافسة بشكل جدي، فمن الممكن أن يكون لديه فرصة حقيقية لتحقيق بطولة هذا الموسم. شو رايك ابو اميره؟ والله كلام حلو صراحه، والله كلام في منطق ولا كلام عايم؟ انا اشوف هذا ياخذوه في الاستديوهات التحليليه احسن من كثير من اللي يبثونه. والله التحليليه تتقلب على القناه. يقول لك روح الفريق والتحفيز الذهني والبدني سيكون عاملي حسم في مباريات الموسم، المنافسه قويه مع الهلال والاتحاد والنصر، وهو ما يجعل تحقيق البطوله تحديا. قال انسجام اللاعبين واداء المدرب والقدره على الحفاظ على مستوى جيد طوال الموسم. الظاهر عنده مشكله مع الاهلي انه مره فوق مره تحت مره فوق. فاذا كان الصراحه يقول يرحم ابوك اثبت بس وممكن تسوي شيء. ايش رايك؟ شوف هو اثبت صعب اثبت. ليش؟ اللي اثبت هذا عنده بديل رائع، الاهلي ما عنده. انا اختصر لك، هي الاهلي هذا الموسم دوري صعب جدا. ليش؟ شوف الاخير هنا قاعد يقول لك اذا استمر الاهلي في تقديم اداء قوي ومنافسه بشكل جدي. بشكل جدي صحيح. ايش المشكله؟ واضح انه حاسس انه ما في جديه. ما في جديه. هو المشكله في الاهلي. انا اقول لك شيء يا ابو جود، العام الاهلي الموسم الماضي احنا قلنا رائع، فريق راجع وعناصر كلها جديده ومدرب جديد اللي قدمه رائع تمام. السنه هذه ايش اللي ننتظره من الاهلي؟ البناء على الموسم الماضي. البناء على الموسم الماضي ايش هو؟ محور دفاعي قوي، كيسيه تحرر وتقدم على الامام، وراس حربه هداف بوجود ماكسيمم. ايش اللي صار؟ انا اشوف انه في تراجع في الاهلي، واظهره سعوديين لو في افضل من الموجودين بصراحه، في مشكله كبيره في الاهلي في الاظهره. اللي حصل نفس الاظهره نفس اللاعبين، بل اضعفوا الفريق باخراج ماكسيمان. اذا صعب جدا الاهلي ينافس على الدوري. قارنوا بالهلال على طول، بالهلال بعيد، مش كان بعيد كذا، بعيد اكثر الان. اذا انتهت فتره التعاقدات بالاسماء هذه انسى الاهلي ينافس على الدوري، ولا يروحوا للمدرب. هلكوا المدرب، والله عندكم مدرب كويس، والله لا اعرفه ولا يقرب لي ولا شيء. ترى في انا دام نمدحه ناس يخشوا لي، شوف ايش سوى، شوف راجعوا مباراه الاهلي الاخيره هذه، الاهلي والهلال، راجعوا ترى خنق خسوس في الوقت الضائع، يدخل هدف. عناصر في الاهلي ما هي موجوده، بدله ما في تغييرات تحسن او تحافظ على شكل الفريق. لا تفقدوا هذا المدرب، نصيحه، طايحين في المدرب ليل نهار، عندكم عناصر انتم زي الهلال حتى تبغوا يجيب الدوري ويكسر الدنيا زي جيسوس، مش جيبوا جيسوس في الاهلي حيجيب لك الرابع الخامس. طيب ابو نايف، فعلا مثل ما قال شات جي بي تي انه في مشكله جديه في الاهلي؟ تاكيد مشكله جديه، وممكن يعالجها حماس المدرب، تحفيز لهم، حضور الجماهيري برضه جالس يساعد الاهلي في مباريات كثيره. اتفق كثير زي ما قالوا الزملاء، الاهلي فريق كبير يحتاج الى تعاون اكثر بس من الفريق. انا دائما احب اشوف الفرق دائما او احكم على الفرق اذا فقدت الكره. الاهلي من الفرق اللي تصير عاديه جدا اذا فقدت الكره. كيسيه امتداد لمستوياته اليوم، قاعد يقدم مستوى كبير. الاهلي بالتاكيد، انا ما ادري عن اللاعب الجديد هذا، يقول يلعب بالجهه اليسار ويلعب يمكن يلعب ظهير، ممكن يلعب ظهير. فلذلك الاهلي ماكسيمان على اساس ابتعاده هذا ترى يساعد على او يخفف على الدفاع من الناحيه الدفاعيه. انت عندك محرز وعندك فيرمينو وعندك مثلا البركان وعندك ماكسيمان، كلهم ما يدافعون.
فأنت لما شلته ولعبت الظهير اليسار هذا ممكن يخفف كثير خصوصا إذا فقد الأهلي الكرة. فاصل قصير بعده نعود. الأهلي يقص شريط مبارياته في الدوري ويتجاوز منعطف العروبة بسهولة. القادسية بعد العودة للأضواء يستعرض نجومه ويكسب نقاط الفتح. الهلال يدشن حملة دفاعه عن لقبه بمواجهة الأخدود، والتاريخ يقف مع الزعيم أمام أبناء نجران. الاتحاد بصبغة فرنسية يستكشف الخلود، ونزال خاص يجمع الشباب والاتفاق. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانافين في المملكة العربية السعودية أحمد العقيل ووليد علي وعبد السويد وحاتم خيمي، يضيف حلقة ليلة شو بطاقة لمباراة الهلال غدا والأخدود. أبو علي، الهلال والأخدود، الهلال حامل اللقب مكتسح الموسم الماضي وداخل الموسم هذا يبغى يدافع عن كل ما حقق الموسم الماضي، إلى الآن خلص واحدة من مكتسبات الموسم الماضي احتفظ فيها بخزائنه، يدخل غدا أولى مباريات الدوري. مو بس حقق اللقب، وجود يعني إحصائيات جديدة كسر الأرقام، سجل أكبر عدد أهداف وأقل عدد أهداف، الهدافين بالفريق، الانسجام اللاعبين اللي ينزل، حتى نتكلم احنا في الحلقات الماضيه اللاعب اللي ينزل البديل لو يلعب خمس دقائق لو تلقى لاعب محلي ولاعب منتخب ما يتدمر، يعني شخصيه المدرب فرضت على اللاعبين، والكل وده يلعب لو دقيقه او يلعب 90 دقيقه او 120 دقيقه. امام الخدود الهلال اللي يميزه عن باقي الفرق يحترم جميع المنافسين. الموسم الماضي بالذهاب والإياب فاز بالثلاثة على الأخدود، لما نتكلم عن عناصر في كل الخطوط، الدفاع ولا الوسط ولا الهجوم، ومن خلفهم ياسين بونو، يعني فريق متكامل، فريق يطمح للثلاث نقاط وللمستوى، دائما هو مطالب على المستوى وعلى تحقيق ثلاث نقاط. نعم أول مباراة يمكن يلقى صعوبة، يمكن تشوف التحفيز أكثر عند الأخدود والرغبة أنه يحاول يسكر على الهلال ويلعب على المرتد، ولكن الهلال إذا استمر في نفس ما استمر في الموسم الماضي قادر على يعني تحقيق الفوز وبنتيجة يعني وحتى كمستوى يقنع الجميع، الكفة ترجح بالطبع الهلال. أبو نايف، طبعا المباراة هذه بين فريق خلينا نقول أنت تعرف الفرق اللي عارفه وش تبغى من الدوري، والمدرب حافظ الوضع وحتى اللاعبين مقتنعين في المدرب، يعني الوضع عند الهلال مثالي جدا على دخول حتى الدوري، وتتكلم على مدرب مسيطر على الفريق سيطرة تامة، لذلك المدرب أساسا حتى في نادي الهلال جالس يشغلهم، يعني كأنه هو يعني لاعب شطرنج يحركهم على كيف، مش لاعبين تحس فيه فوضوية، ذلك مجرد ما يكلم اللاعب طاقم الجهاز اللي عنده يصيرون جاهزين دخول حقق بطولة. الآن هو جالس يشتغل حتى في تعزيز فريقه بخطة استراتيجية، القضية مش قضية نتيجة ولا قضية هزة تجيه يتغير كل شيء وشيل الفريق كله وغير، لا
تلاقيه اصلا انت لو تتابع نادي الهلال انت عارف انه مثلا يبغى اظهره فهو جالس يشتغل عليهم، يبغى راس حربه فهو جالس يشتغل عليهم حتى على المدى الطويل، حتى في ابعاد اللاعبين او في طريقه الاحلال تلاقيه نجوم كبار حققوا اسيا الان وينهم؟ طلعوا مع بكل احترام طلعوا ما حد حس فيهم. تكلم على ياسر، تكلم على سلمان، تكلم على البريك، تكلم على حتى البلاي الان مختفي، حسنتم تجهزوه. خذ يعني انا اقصد قضيه الاحلال وطريقه الاداره وتسليم الامور للاشخاص المناسبين، هذا كله ينتج زي الفريق هذا اللي فيه استقرار، بالعكس كل سنه يتقدم اعلى. الاخدود احنا عارفين مسيرته الموسم الماضي كان تقريبا على شفا الهبوط، انقذ موسمه تقريبا في اخر مباريات. الان حتى بدا يتخلص من لاعبين مهمين زي مثلا كولادو اللي راح لم الاخدود، صحيح انه جاب موسونا بس ما ادري عن جاهزيته البدنيه. ممكن تصعب على الهلال المباراه التجهيز النفسي، هل الهلال بيدخلون بتحفيز نفسي عالي جدا؟ هذا اللي بيشتغل عليه المدرب في المباراه القادمه، ولكن المنطق يقول الهلال هو اللي بيفوز. شوف طبيعي، انت الهلال بطل الموسم الماضي، بطل بطوله السوبر، فاكيد. والاخدود يعني الى اخر دقيقه هو كان في الدرجه الاولى، نازل للدرجه الاولى، ولكن يعني باعجوبه بقى في الدوري الممتاز. ولكن في كره القدم ما تقدر تضمن 100% نتيجه مباراه، ولكن كل الفوارق الفنيه، كل الامور المعنويه الماديه الاعداد، حتى الاعداد يعني كان للهلال بطريقه مختلفه وكبيره جدا عن الاخدود. الاخدود يعني من الفرق التي عانت ايضا في جلب لعيبه اجانب، مدرب جديد. الفرق الوحيد فقط ان المباراه ستكون في نجران، ممكن يكون في دافع اكبر للاخدود. كل ما تاخر هدف الهلال اكثر كل ما يعني صعبت المباراه على الهلال. لكن والاخدود يعني ممكن انه انا اتوقع ان الاخدود يفكر في النقطه، وإذا جابها يعني بتكون شيء كبير بالنسبة له، ولكن المنطق يقول أن الهلال هو الأقرب للفوز وبنتيجة. في أخبار الآن متداولة أنه موضوع سعود عبد الحميد خلاص حسم وطالع لروما خلاص، يعني أخبار صحفية ما في شيء رسمي نهائي. أبو أميرة، والله طبعا أول شيء يمكن أول من أتكلم عن الموضوع هذا برنامج كورة، سعود عبد الحميد يجب أن يحترف، سنه لسه ما كبر ما شاء الله عليه، قوة، حاضر ذهنيا، مركز ما شاء الله، باين يعني في وسط نجوم الهلال الكبار كان أحسن من يعني ما بدي أقول أحد النجوم، نجم النجوم كان في الفريق صراحة. هو ظهير كان هجوما ودفاعا، فواضح جدا كان لازم يروح. وهنا برنامج كورة اللي ذكر هذا، وذكر أيضا برنامج كورة دائما يذكر أشياء يأخذوها يسووها ولا يقولوا إنه ما مو لازم، أهم شيء نطور الكرة السعودية. مكسب كبير جدا للاعب إنه يلعب في روما، نادي دوري إيطالي سيريا إيه، نادي زي روما، صحيح مش روما مش اول او ثاني، لكن من الفرق الاربع الكبار في ايطاليا. هذا اللي نبغاه، نبغى نشوف لاعب يجي على معسكر المنتخب، وصل نجم نادي روما، من نجم السعودي، وصل نجم من زمان. احنا نتكلم في كلمه ممكن ينجح، ممكن ينجح. ليش ممكن ينجح؟ شوف هو، شوف انا اعتبره متاخر رايح. لعيبه يعني خاصه من الدول العربيه لما يطلعوا، الدول العربيه غير شمال افريقيا، شمال افريقيا اصلا عايشين في اوروبا، لكن خليجيه وما كان المفروض يطلع اصغر من كذا. لكن هذا اللاعب تحديدا واضح انه مركز قوي ما شاء الله. ايش العناصر اللي تنجحك؟ قوتك البدنيه، قوتك الذهنيه، طموحك، واضح انه عنده طموح، واضح عنده فكر. ترى انا متوقع انه في الهلال بياخذ اكثر، صح ولا لا؟ ما بالغ ممكن، لكن واضح انه عنده فكر يسويه. ونتذكر محمد صلاح وتاريخه، محمد صلاح جاته فلوس اكثر من الاهلي المصري، لا قال انا رايح لو ببلاش، رايح برا، شوف فين الان. ان شاء الله يروح، ان شاء الله يتوفق، وغيره يروحوا ويتوفقوا. وسعود يستاهل صراحه، ونتمنى انه الخبر يكون سريعا، احد نجوم نادي روما سعود عبد الحميد. الحديث عن بديله كابتن وليد كانسلو. نعم كانسلو عند الخصائص، يعني يمكن مو بس كواجب يعني المركز انه يهجم ويغطي في حال فقد الكره، يدخل للعمق، يكون صانع لعب، مرات يدخل يكمل يعمل زيادة عددية الهجومية. ولكن يبي له الانسجام دائما، اللاعب حتى لو كان نجم
لم يدخل مع فريقه بالنهاية هي مجموعة يجب أن ينسجم، حتى اللاعبين يعرفون شلون تحركات كانسيلو، هل في بعض التحركات من الجري يبيها بالمساحة يبيها بالقدم. فأنا أعتقد حتى المجموعة تساعد كانسيلو، كانسيلو راح يساعد الهلال، لأن نجاح اللاعبين في بعض اللاعبين على المستوى الفردي ما يكون جيد، ولكن على المستوى الجماعي الفريق هو اللي يخليه جيد. فأنا أعتقد الهلال أي المنظومة في الهلال أي لاعب يأتي سواء نجم ولا لاعب صاعد يدخل المنظومة على طول، المجموعة ممتازة جدا. ممكن ينجح سعود طيب تجربة الاحترافية؟ صراحة هي مو مجاملة، سعود عبد الحميد من يعني آخر يمكن خلينا نقول آخر 10 مواسم ما نشاهد ظهير في نفس الخصائص اللي عنده سعود عبد الحميد بالهجوم، كأنه لعب طرف، لعب نقول كأنه لعب مهاري يلعب طرف، ولكن في حال أن لما فريق يخسر الكرة تشوفه شرس في النواحي الدفاعية في الالتحامات. أكثر لاعب في العالم أنا قرأت الخبر أنه لعب عدد المباريات في العالم أعتقد شيء 60 مباراة، وهذا رقم جدا كبير بوجود، ما حد يقدر يوصل هذا الرقم إلا اللي بالتغذية يكون مواظب على التغذية النوم كل الأمور الاحترافية. في كنا نضرب مثل على اللاعبين الأجانب، أسعود عبد الحميد كان لاعب أجنبي، فأتمنى التوفيق له، بالنهاية كرة قدم توفيق وراح يدخل المنظومة، لأن هذا اللاعب في أي مجموعة يدخل مع أي فريق يبدع ويساعد الفريق. طيب أنا سألت خوينا هنا عن سعود عبد الحميد، خلنا نسمع شو يقول. نجاح سعود عبد الحميد في تجربته الاحترافية مع روما يعتمد على عدة عوامل رئيسية: وفر التكيف مع البيئة الجديدة. الانتقال من الدوري السعودي إلى الدوري الإيطالي يمثل تحدياً كبيراً لأي لاعب، وسيحتاج سعود للتكيف مع ثقافة جديدة وأسلوب لعب مختلف. ثم التطور الفني والتكتيكي. الدوري الإيطالي معروف بتكتيكاته الدفاعية الصارمة، وسيحتاج سعود إلى تطوير مهاراته والاندماج في فلسفة اللعب التي يتبعها فريق روما. ثالثا الدعم من الجهاز الفني. مدى ثقة المدرب في سعود ودعمه له سيكون له تأثير كبير على أدائه وتكيفه مع الفريق. رابعا التعامل مع الضغط. اللعب في دوري كبير مثل الدوري الإيطالي يحمل معه الكثير من الضغط الإعلامي والجماهيري، وقدرة سعود على التعامل مع هذا الضغط ستكون عاملا مهما في نجاحه. إذا تمكن سعود عبد الحميد من تجاوز هذه التحديات والتكيف بسرعة مع فريق روما، فقد يحقق نجاحاً ملحوظاً في تجربته الاحترافية ويبرز كلاعب مهم في الفريق. تراكم عبد العزيز في الكلام. والله طبعاً هو حط الشروط أو حط النقاط اللي هي خريطة طريق لأي لاعب يحترف في الدوري الإيطالي، وأكيد أن سعود أمام مهمة صعبة وصعبة جداً أنه يروح ويثبت أقدامه في الدوري الإيطالي، خاصة عن النظرة الإيطالية أو النظرة الأوروبية للاعب الخليجي، إنه لاعب يأخذ مبالغ أكبر، لاعب غير مؤسس تأسيس جيد، لاعب ما عنده الإصرار، ما عنده التحدي، ما عنده الحماس، فأنك تغير كل هذا الشيء صعب جدا. ولكن إن شاء الله أن سعود يعني إذا تمت الأمور هذه أنه ينجح فيها، وإن شاء الله يعني طيب نحن نحتفل فيها. هو يقول لحظة شوي أبو أمير، هو يقول مدى ثقة المدرب في سعود ودعمه له سيكون له تأثير كبير على أدائه. هل تحس أنه لازم سعود يحط في عقده يعني عدد مباريات معين، دقائق معينة أنه يلعب فيها، لأنه يمكن ما يحصل على هذه الثقة من المدرب؟ صعب، رب تقول أنا أبغى ألعب عدد معين وصعب، هذا موضوع جدا صعب. بس الفكرة أصلا من استقطاب سعود، مين اللي أبغى سعود؟ فهم قصدي؟ يعني المدرب شافه، الفريق روما شافوه، التكنيكال دايركتور جذبناه، ولا في أمور أخرى؟ قرينا أشياء كثيرة، مانشيني وصى، حتى لو مانشيني وصى إيطالي زي مانشيني اسم كبير في إيطاليا، إذا المدرب اللي هو اللي شاف اللاعب وعجبه هنا هذا أول مؤشر لأنه في ثقة في اللاعب. الجملة اللي بقول لك هي بوجود اللي يسموه الهوم سيكنس، الهوم هذه نصيحة أتمنى أن سعود يشوفنا الآن، ترى هذه لاعبين كثر، لاعبين كثر راحوا من أول شهر، مو بسبب فني، أول شهر هذا أصعب شهر حيمر عليك سعود، حيلك اتحمل، اول مره تخرج تحترف برا، الشهر الاول هذا مشكله، ترى بيحدث، عارف لمين بيحدث؟ اللي يروح يدرس، يروح يدرس برا. واذا اتحمل الشهر الاول،
لو تخطيته بإذن الله بثقة وبنجاح واللي حوله يساعدوه حتكمل بإذن الله. طيب نرجع نتكلم شوي في الهلال. أبو نايف، المتابع للفريق الهلالي والمتابع لخصص تحديدا يشوف أنه هذا المدرب حافظ تفاصيل كل اللاعبين، واللاعبين حافظين المدرب وش يبغى. يعني حتى ما تلاحظ لما يعني لما يكون في تغيير ولا بيبدل لاعب ولا يطلع لاعب، ما تحس من المدربين اللي يكثر كلام على الخط، ما يعطي توجيهات كثير، حافظين، تحس انه في سيطره تامه على ذهنيه اللاعبين. لا، وتعدد ادوار، احنا نقول انا اتكلم فيها تعدد ادوار، تعدد واجبات، تعدد وظائف. يعني كمثال لما تجي المالكم تلاقي مره يلعب على الطرف، مره تحت المهاجم، مره يرجع على الطرف اليسار، مره يخلي راس حربه حسبه ثاني، وفي كل تغيير تلاقيهم حتى ما يضطر الى تغييرات من الدكه والفريق موجود، لا يقدر يغير داخل الملعب، تتغير الواجبات، تتغير الوظائف. وبعدين زي ما يقولون اللاعبين اساسا جميع السيناريوهات هذه اللي قاعد يعملها بالتاكيد هو قاعد يسويها حصص تدريبيه وقاعد يجرب عليها وجالس، ومهم جدا. شوف زي المدرب هذا جالس يدرس لك الفريق المنافس ويوضح لك للاعب والتوقعات اللي قاعده تحصل داخل المباراه. نتكلم على فتح الملعب مثلا خصوص، شوف التشكيله اللي جالس يجيبها وكيف يفتح الملعب. يعني انت لما تتكلم على مثلا كانسيلو اللاعب الجديد هذا، تتكلم على لاعب منتخب البرتغال اساسي، تتكلم على لاعب دولي، متكلم على لاعب مش جاي عشان يثبت نفسه، لا جاي نجم وانتقل في اكثر من بيئه ومؤثر حتى هجوميا. هو خصوص عارف ان الهلال يلعب في ملعب الفريق المنافس، هو يبغى لاعب زي كذا. خلينا نقول استغنى عن سعود، كان مفتاح سعود مع ميشيل، الان جاب كانسيلو، الرجال هذه مره متعبه لجميع الفرق. خصوص اثبت للاعبين جميعا ان مفاتيح غرفه الملابس عنده، بمعنى ان احنا نتذكر الاحداث اللي صارت الموسم الماضي مع اكثر من نجم، وكيف هو عرف يتعامل معاهم وكيف يتعامل ويخبر اللاعب ان دائما التشكيله عنده، وانه هو اللي يختار اللاعب ويبعد اللاعب. لذلك خصوص بصراحه يعني مدرسه في التعامل النفسي مع اللاعبين مع لاعبين فريقه. بس قصير بعده نعود. Não há equipas invencíveis. Agora, se o Alilau continuar a vencer, vamos fazer tudo para isso. Mas sempre com o foco dos grandes objetivos que esta equipa tem, que é a Champions, que é o campeonato. انا في الشغله دي عمما لحد ما يظهر ويبلغ اللي يتحداني يجي وانت جد وتشهد على كده بقى كله. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية. نشوف بطاقة لمباراة الخلود والاتحاد غدا. كل الناس تبغى تشوف الاتحاد بكره
بعد التعديلات اللي صارت والتي يعني كل المؤشرات كل الأخبار كل التقارير تقول إنه بنزيمة كان خلفها وعبد العزيز. والله شوف أنا تابعت الاتحاد في معسكره وشفت أغلب مباريات الودية إلى مباراته مع القادسية اللي انتهت 1-1. طبعا عزز الاتحاد غير المدرب واحدة من أهم النقاط. بنزيمة يعني والكلام المتداول أنه كان هو يعني هو المفكر في الموضوع هذا كاملا، بدأ من اختيار المدرب إلى الطرف ديابي إلى عوار صالح الشهري، مجموعة أسماء جلبها الاتحاد، ولكن لا يزال الاتحاد عنده مشكلة في الدفاع ما إلى الآن، خاصة في ظل استمرار أحمد شرحيلي للأسف وإصابته اللي ما تعافى منها بشكل جيد، والمشكلة اللي في كنا نتكلم فيها قبل الحلقة أنه أغلب الأندية السعودية باستثناء الهلال نوعا ما وبعده أقل من شيء بسيط النصر فارق اللاعب الأجنبي باللاعب المحلي. إذا شفنا في الاتحاد كلاعبة محليين يمكن ما في إلا أحمد الغامدي هو اللي ممكن تقول أنه ما هو بعيد جدا عن اللاعب الأجانب، لكن للأسف بقية الأسماء المحلية في الاتحاد أقل بكثير من أنها يعني تضع عليها حمل أو تضع عليها أنها ممكن تكمل معك أو تروح معك في إلى مشوار بطولة أو زي كذا. أفضل من العام أكيد أنه بيكون أفضل من العام، لكن كمنافسة أو هذا لا، أنا أشوف أنه بعيد جدا. بنايف أنا اللي ملاحظة طبعا أهم شيء بك تتكلم عنه، أنا شفت هذا اللاعب موسى ديابي يا حبيته الله، وأنت عاد بتكلم عنه أنك عارفك تحب النوعية من اللاعبين، بس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. قول يا ابو نعيم. شوف المميز في الاتحاد الان انه خصوصا عند اللاعبين الاجانب نزل مستوى الاعمار، صحيح، وهذا شيء انا اعتبره جدا ذكي واستراتيجي للمستقبل. تتكلم على الحارس 28 سنه، تتكلم على ديابي 25، عوار 26، معناها انت بتلاقي شباب حيويين مش في السابق، جزء قاعد يمشي وهذا خلينا نقول انفرضنا جدلا ان مثلا بنزيما جايبهم، فبنزيما ذكي جدا ويختار المجموعه هذه اللي راح تركض حوالينا، انه مو بالعمر هذا اللي بيقعد بيجي يسجل، هو وظيفته لتسجيل الاهداف يخلص اي تسجيل اهداف، ووجد عنده لاعبين ممكن يتوافقون معه. وانا بالنسبه لي يعني لما يجي واحد يقول والله بنزيما هو اللي تحكم، طيب يتحكم بنزيما ولا يتحكم سين من الناس اللي مدير يعني مع احترامي له يعني احنا نجي نقول والله ليش بنزيما يتحكم؟ طب اسمع كلامك انا بنزيما، اسمع كلام بنزيما هذا بخبراته، ولا اسمع كلام خلينا نقول يعني واحد ما له تاريخ اساسا حتى في الكوره حتى في كل شيء وممكن يقود حمله. الفكره الان ان بلان لوران مدرب كبير وكابتن، يعني اضافه عليه كابتن منتخب وفرنسا، ولما تجيب مجموعه اصلا متجانسه في غرمة الاتحاد كانت اشكاليه ترى الموسم الماضي عدم التجانس حتى في النادي، يعني ما يعني كلهم كارين بعض وكلهم ناس مع الربحيه وناس مع غير الربحيه ومشاكل واللاعب. الان بدا الاتحاد يشتغل اقل شيء بهدوء، ما احنا نشوف المشاكل له ولا، ورئيس النادي برضه متحدث لبق ذكي في خروجه الاعلام، لذلك الاتحاد الان بالتاكيد ان لا يتوقع الجمهور الاتحاد انه راح يحقق دوري، ولكنه ماشي في الطريق الصحيح على الصيفية هذه على الشتوية يعززها للموسم الجاي. الفرق ما تبنى في موسم واحد، الفرق شوف الفرق كلها في أغلب العالم اللي يبني في موسم واحد تلقى يسقط بعده، ولكن الفرق هذه اللي تبدأ تبني على موسم موسمين ثلاث مواسم ثم يجي لها عصر ذهبي، هنا تبدأ ذكاء الإدارة الفنية كيف تبدأ بالإحلال وكيف تبدأ بالتغييرات والتعزيزات والأشياء هذه. رجعتنا بالنسبة لي فيصل غامدي برضه مهمة جدا إن أكمل إنه رمانة وسط يحتاجها النادي الاتحاد، الاتحاد بيقابل الخلود، لا ينسى الاتحاديين برضه انهم امام النجمة الموسم الماضي عانوا كثير جدا، لذلك كنت بتلعب في برضه في ملعب الخلود، ولكن الاتحاد من الفرق خصوصا الموسم هذا انا بالنسبة لي راح اتابعك كثير لانه بالتاكيد راح يكون من الفرق الممتعة. موسى ديابي بسلك عنه.
يعني كرة القدم مرات يعني يقول لك من يفك العقد غير اللاعب المهاري، اللاعب اللي عنده الجرأة وعنده ثقة في نفسه، ويقول لك الإبداع ما يدخل فيه المدرب، هو اللاعب هو اللي ياخذ القرار، وبالتالي ليش قالوا عنده مبدع ولا مهاري مثل اللاعبين هذول. فموسى دياب يعني اعتقد راح يعني يريح اكثر بنزيمة، كريم بنزيما يحتاج الى لاعبين اخير، حتى لو انا اجيب لاعب عالمي لازم في لاعبين. بنزيما مو اللاعب اللي يعني اوكي اللمسه واللمستين خارج 18 او تواجد داخل 18 يكون خطر، ولكن كمراوغ كسرعه يحتاج لاعبين اخرين. حتى بعد وجود حسام راح يعطي قوه في الناحيه الهجوميه. انا اشوف اليوم الاتحاد كان نشط في استقطاب اللاعبين، سواء حتى اللاعبين المحليين ولا اللاعبين المحترفين في الوسط وفي الهجوم. قائمة الهجوم 10 لاعبين مقابل 9 لاعبين في المدافعين، عندك بس لويس فيليبي قلب دفاع، انت تحتاج لويس فيليبي يعني اعتقد وكثير الاصابات تحتاج الى قلبين دفاع صراحة يعني يبنون الهجمة، وفي الالتحامات الكرات الهوائية حتى في بناء اللعب تحتاج الى قلبين دفاع صراحة اللي يقوي المنظومة الدفاعية. الاتحاد كان يعاني على مستوى التنظيم الدفاعي وخط الدفاع بالذات، ولكن لما بتكلم عن الاظهره موجود مهند شنقيطي، موجود سعد الموسى، موجود فواز الزقور في وسط الملعب، حتى البدل على مستوى اللاعبين المحليين اذا كان يلعب بالمحترفين انغول كانتي موجود، فابينيو، حسام عوار موجود، فرح الشمراني ينزل كبديل، فيصل غامدي، حامد الغامدي. ولكن الناحيه الهجوميه انا المنظومه الهجوميه او اللاعبين المهاجمين فتاكين، وجود موسى ديابي راح يعطي أفضلية أكثر للاتحاد في جميع المباريات. ولكن إذا الاتحاد يبي يصل وينافس على اللقب ويكون قريب من الهلال يجب أن يعني المنظومة الدفاعية، وأنا كنت أتمنى في هذا الموسم أن الاتحاد يستقطب على الأقل قلبين دفاع يقوي المنظومة الدفاعية. أتوقع وليد يعني مالكم أو موسى ديابي يصير نفس دور مالكم في الاتحاد؟ أنا عندي يعني مالكم قدم مستوى كبير مع الهلال والمجموعة ساعدت مالكم، ولكن أنا أشوف موسى ديابي يعتمد على مهاراته أكثر ولاعب يعني حتى لو بالتكتل دائماً وعنده السرعة. يعني موسى ديابي يختلف عن مالكم، مالكم يمكن يلعب في أي مركز ويطلب منه خصوص وجيدها. في لاعبين ترى عندهم هذه القدرة والمدربين يحبون هالنوعية من اللاعبين إنه عشان لا يخسر تبديل، أيام قبل كان 3 تغييرات. ولكن موسى ديابي لاعب يعني حتى لو ما يظهر يشغل المدافعين الآخرين ويعطي أريحية للاعبين مثل بنزيمة مثل حسام دائما. موسى ديابي إذا تعب مع المهاجم سجله يعني ممكن يعطيك كرة كرتين ويحسك أنت يعني يخلص يعني ما شاء الله تبارك الله من قوة اللاعب ده تحس إنه يصنع وممكن يلحق الكرة يسجلها بعد. ما شاء الله صراحة لعيب 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 فضل الله. مكسب كبير صراحة، من أهم الصفقات هذا ممكن أهم صفقة هذا الموسم صحيح. لعب في أستون فيلا فرق يعني في السنتين الأخيرتين أستون فيلا ترى مكسر الدنيا في الدوري الإنجليزي، هو لاعب أساسي وأرقامه ما شاء الله عليه، فمكسب كبير للاتحاد. لو شفنا الاتحاد الشكل الهجوم للاتحاد يعني ثلاثي الوسط وثلاثي الهجوم هيكون بالتأكيد فابينو، كانتي، حسام عوار. نجي على اليمين موسى ديابي، كريم بنزيما، على اليسار ما في احد، احمد الغامدي ممكن. اذا الاتحاد بحاجه ماسه لطرف ايسر. قلب الدفاع اتفق تماما مع كابتن وليد، مشكله فيليب لويس دافع عادي مش سيء ولا كويس، فالاتحاد بحاجه ماسه جدا جدا لقلب دفاع اجنبي على مستوى عالي، مش اي واحد عادي تجيبه وخلاص. اذا جات هذه الصفقتين طرف ايسر وقلب دفاع الاتحاد حيكون قوي. انا اقول لك لو جاب الصفقتين هذه الاتحاد هو الثاني في الدوري اذا قدر ينافس الاتحاد، يعني حيتخطى النصر حيتخطى الاهلي في ظروفهم الحاليه اذا ما عملوا تعاقد اذا ما عززوا النصر الاتحاد حيكون الثاني. وتذكروا اذا استمر للنصر والاهلي بنفس الحال. اذا هذه النقطتين جدا مهمه. اخر نقطه بدي اقول على كلام بنزيما، نقطه مهمه ذكرها ابو نايف صحيح، انا لازم استشير بنزيما، استشير كريستيانو، اذا ما استشير هذول استشير مين؟ لكن اذا شفت هذول مصرين على شيء خطا ما خليهم مثلا يعني مثلا حسب المتداول ان شاء الله مش صحيح انه بيولي كان جاي مدرب ميلان ولا لورن بلان، ما في مقارنه بس في التدريب بيولي طبعا. هنا ما اسمع كلام بنزيما، اجيب بيولي وخلاص شكرا بنزيما استشرناك بس هذه لا.
إذا كان هذا صحيح الكلام، إذن أنا استشيره بالعكس نجم كبير، لكن في أشياء أحيانا يصير عليها لاعب تكون أشياء شخصية، راحة النفسية، مش المصلحة العامة. بس خسر بعدها ونعود. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية. شوف بطاقة لمباراة الشباب والاتفاق. طيب خلينا نشوف الشباب قبل شوي أعلن عن اللاعب الجديد المدافع، خلينا نشوف الإعلام. يجب أن أنهض، يجب أن أمنع الخصوم من التسجيل. Let me help you. Time for you to take a break. I'll handle it from here. كثير عجبتني أنا إعلانات نادي الشباب عن اللاعبين، يعني ربطها بنجوم الكبار وإعادة صورتهم للواجهة زي فهد المهلا مع حمد الله الرومي مع المدافع. ليش؟ أيضا يعلم اللاعب اللي جاي ترى عندنا تاريخ، عندنا إرث، عندنا لعيبة نجوم في هالمكان، أساطير في هالمكان. ويستاهل كابتن عبد الرحمن الرومي إنه يعني يكون واجهة الفريق الشبابي في هذا الإعلان. أبو عبد العزيز. والله طبعاً أكيد صفقة في وقت مهم، صحيح أنها تأخرت، كان الجميع يتمنى أنها تكون في بداية المعسكر أساس يقدر اللاعب والفريق بكرة لاعب مباراة مع الاتفاق، ولكن إن شاء الله يعني في الأخير أنها وصلت، هذا شيء جيد. مباراة بكرة مباراة صعبة إذا بنتكلم عن المباراة بشكل عام مع الاتفاق، وسبحان الله يعني الفريقين هذولي يملكون نفس الميزانية، يملكون نفس عدد أو نفس مبالغ الرعايات، يملكون نفس الخصائص، ولكن سبحان الله الفريقين في استقطاب اللاعبين عندهم فروقات كبيرة جدا. يعني نجد الشباب رئيسه ونائب رئيسه دائما ما يظهرون ويتكلمون عن رفض عروض يتقدمون بها لجنة الاستقطابات، بينما نادي الاتفاق ما شاء الله العام الماضي سجل تقريبا 11 لاعب في الصيف، 8 لاعبة في الشتاء، والآن سجل 4 أو 5 لاعبة ما شاء الله، الله يبارك لهم. في الجهة الثانية نجد الشباب دائما ما يعاني من تسجيل اللاعبة، ممكن يكون في شيء، وهذا من الأشياء اللي تكلمت فيها يوم أمس. أتمنى أنا صراحة من خلال برنامج كورة أن لجنة الاستدامة المالية طلع إيضاح وش مشكلة نادي الشباب. يعني إحنا سمعنا الرئيس نادي الشباب، سمعنا نائب الرئيس أنه دائما ما ترفض العروض اللي نقدمها أو اللعيبة اللي نجيبهم ترفض بحجة عدم التغطية المالية، أو مرة آخر عرض قالوا أنه لازم تغطون حق 3 سنوات. وهذا الشيء إذا كان يعني أنا ما قد شفته في أي مكان في العالم أنه تغطية
عقد لاعب لمدة 3 سنوات أنك تحط مبلغه المالي بشكل كامل. أتمنى أنا أنه يكون فيه إيضاح من لجنة الاستدامة المالية، هل الكلام الشبابي هذا صحيح أو فيه لبس، عساس المشجع الشبابي اليوم وأنا واحد منهم يحس بشيء من الغبن، يحس بشيء أنه والله هاد الناس قاعدين ما يبغون الشباب. وصلت الآن أنه كثير من الجماهير الشبابية يتكلمون أنه والله يا أخي لجنة الاستدامة تشتغل ضدنا، وهذا أنا متأكد أن هذا ما هو بصحيح. يعني أكيد في الأخير هذولي ناس فيهم الثقة، ناس وضعوا لمشروع كبير بمليارات المليارات، ما راح يضعون نادي يكونون خصم له، فهم في الأخير جاءوا ليخدمون كل الأندية وهذا العشم فيهم. ولكن لأنه عشان يشيلون اللبس، اليوم احنا سمعنا كلام الإدارة الشبابية وكلام المسؤولين في نادي الشباب وكلام الإعلاميين الشبابيين أنه لجنة الاستدامة دائما ما تتعنت ودائما ما ترفض عروضهم. نتمنى إيضاح من لجنة الاستدامة المالية فيما يخص كل العروض أو أغلب طلبات الشبابيين، وليش هالصعوبة الدائمة والاشتراطات الصعبة على نادي الشباب. هذا هو العشم منهم إن شاء الله. أبو علي، الناس الموسم هذا تنتظر اتفاق مختلف. الموسم الماضي كنا نقول والله الناس قاعدة تحاول تفهم المدرب، تحاول تفهم شكل الفريق، المفروض عند الموسم يعني الوضع يكون مختلف، نبغى نشوف شيء في الملعب. يعني المفروض على مستوى الاستقرار الجهاز الفني موجود، جيرارد عرف اللاعبين وعرف احتياجات الفريق من خلال ما قدمه في الموسم الماضي. العناصر انا اعتقد يعني في عنصر مهم استقطبوه كلاعب محلي مد الله عليان، صراحه بحاجه مثل هذا اللاعب هالنوعيه، دائما يعني يعطي اضافه في النواحي الهجوميه وكذلك حتى في التغطيه. لاعب يعني يلعب تحت الضغط راح يعطي فائده كبيره، خاصة في واحد دفاعي بالنسبة لنادي الاتفاق. الفارو مدران يعني أكيد راح يكون في تفاهم كبير هذا الموسم مع اللاعبين. الفارو مدران الكل أشاد فيه، حتى احنا على طاولة كرة جميع المحللين تكلموا عن هذا اللاعب من أفضل لاعبين وسط في دوري روشن، عند التسديد خارج 18 دائما الأسست للمهاجمين، في النواحي الهجومية دائما يعطي إضافة كبيرة. فينالدوم في وسط الملعب في الافتكاك، قوة في الالتحامات، وجود عبد الله المالكي كخبرة لاعب محلي مع فريق الاتفاق، إكامبي موجود لعب في دوري روشن عنده الخبرة، قاراي كان الأنشط في الموسم الماضي على الطرف، بحاجة إلى لاعبين يعني يساندون هذا اللاعب، موسى ديمبلي موجود. يعني أنا أعتقد في كل خط يعني عزز الاتفاق صراحة والنواقص اللي كان يعني. نعم الله في الظهير. نعم، ووجود بعد ترى خالد الغنام كلاعب حتى لما ينزل كبديل يعطي إضافة، لاعب بهاري لاعب يعني، ولكن يجب أن يحافظ عليه. خالد الغنام يقدر يكون رقم واحد صراحة إذا حافظ عليه صراحة، إذا حافظ على نفسه وطور من 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 عقليته الكروية صراحة، لأنه يملك جميع مقومات اللاعب الناجح. فمباراة كبيرة، الشباب تغير لأنه كان بدأ في موسم يعني الموسم الماضي بداية سيئة صراحة، فقد كثير من النقاط، ويمكن الاتفاق أخذ من الشباب 4 نقاط. أعتقد هذا الموسم الشباب مع وجود اللاعب المدافع وسلي مع حمد الله وكراسكو في النواحي الهجومية، أنا أعتقد يعني الشباب راح يكون أفضل من الموسم الماضي، ومباراة راح تكون اتفاق والشباب صعب التكهن فيها، ولكن راح تكون مباراة قوية مثيرة. طيب خلينا نشوف ملخص مباراة القادسية والفتح. لا ما فيها شيء، صار قد سوى
يمر جوز عدت خطير عدت من الكل المحاولة ناهيتان ناندز برا الله 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 الكرة لعب الكرة تركي العمار العمار يتقدم يتقدم العمار يلعب كرة للأمام كنيروس الله الله السطر الأول قد ساوي الكتابة الأولى قد ساوية قادسية الخبر كان سليم تركي الحمار الخطير المراوغ يحاول يمر مرتبك الحمار تسديد حاول يمر حاوله تسديد الله 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 سيف رجب سيف رجب مع أول كرة استلام اليونيس سيف رجب محاولة محاولة ما بيقول الله أفضل أفضل ناندز يونيس ناندز رابعة جول محاولة لازالت خطيرة تسديد أمام الجول سيف رجب أبو الشامات يلعب الكرة عرضية بالرقم ليلة القادسية ليلة القادسية بالثلاثية يضربوا بالثلاثة ابو اميره ألف مبروك القادسيه هاردك للفتح يعني القادسيه بكل الشكل وبكل اللعب كوم بالنسبه لي واللي سواه تركي العمار اليوم محاوله اكتشاف نفسها مره اخرى كان شيء مبهج صحيح والله ورافع عليك يا ابو جود هذا اللاعب يعني شفناه منتخب الشباب اخذ احسن لاعب في اسيا وقعنا هذا حيكسر الدنيا ما ادري ايش صار صراحه ما ادري ايش صار في الشباب حتى انا الشباب تخلص منه يعني اتمنى انه تكون هذه بدايه لعودتك فعلا يعني والله يا اخي برافو عليك يعني ممكن انت الان بكلماتك هذه تعيد يعني هو طعم مستواه يرجع اللاعب يفكر فعلا ارجع ترى الكوره انت شايف الدنيا كيف عندك كل شيء ما شاء الله عليك اليوم قدمت هذه اعتبرها بدايه لك لانك تكون سوبر ستار في المستقبل انت احسن لاعب في اسيا في سن الشباب اذا عندك والله شخصيه اليوم بالضبط شخصية اتمنى انه يكمل على هذا القادسيه متوقع انه صراحه وظروف الفتح زي الفرق الثانيه اللي بنقول اثنين اجانب ثلاثه اجانب ما ادري ايش السالفه واضح انه الفتح عنده مشاكل كثيره السنه هذه حيكون اسوء من السابق القادسيه حيكون الحصان الاسود في الدوري كونينوس اللاعب الكولومبي اللي اختار منتخب المكسيك هذا حيكون ضمن مفاجات الدوري فاصل قصير بعده نعود بكم شهد الكلام في الجزء الأخير من الحلقة نودعكم بأخبار شوط نلتقيكم غدا أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن نفاذ جميع تذاكر الدخول العامة لنزال رياض سيزون كارد ومبلي إديشن والذي سيقام في ملعب ومبلي في العاصمة البريطانية لندن في 21 من سبتمبر المقبل وسيشهد النزال المرتقب مواجهة حاسمة بين بطلي الوزن الثقيل أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا على لقب الوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة يذكر أنه تبقى عدد محدود من تذاكر البلاتينيوم والضيافة لهذا النزال الاستثنائي أوقعت قرعة البطولة الآسيوية 27 لأندية أبطال الدوري لكرة اليد ممثل الوطن نادي الخليج السعودي في المجموعة الثانية برفقة أندية الدحيل القطري كاظم الكويتي أهلي سداب العماني مسكرمان الإيراني وأجريت
مراسم القرعة أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيفها خلال الفترة من 13 إلى 24 من نوفمبر العام الجاري. يذكر أن نادي الخليج هو حامل لقب البطولة الماضية، والتي تأهل من خلالها لتمثيل قارة آسيا في بطولة العالم للأندية لكرة اليد. انطلقت شعلة دورة الألعاب الأولمبية السعودية 2024 من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى. يأتي ذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة أيدها الله وثمرة الدعم السخي للقطاع الرياضي في المملكة، وستطوف الشعلة جميع مناطق المملكة لإبراز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية وأيضا السياحية، ثم ستعود أخيرا للعاصمة الرياض بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الموافق 23 سبتمبر المقبل. يذكر أن منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية ستقام خلال الفترة من 3 إلى 17 من شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الرياض، وتتضمن منافسات 53 رياضة مختلفة بمجموع جوائز مالية تصل إلى 200 مليون ريال. أعلنت إدارة نادي الخلود بشكل رسمي إنهائها إجراءات التوقيع مع 4 لاعبين أجانب لينضموا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث أنهى اليوم توقيعه مع لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج قادما من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، أيضا كيفن دورام قادما من ميتس الفرنسي، بالإضافة للمدافع النيجيري المخضرم ويليام إيكونغ من باوك اليوناني، وأخيرا المهاجم ميزياني من هيرتا برلين الألماني. أعلنت إدارة نادي العروبة بشكل رسمي إنهائها إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط الأيسلندي يوهان بيرغ جودمنسن قادما من نادي بيرنلي الإنجليزي بصفقة انتقال حر بشكل مجاني، وشهدت مباراة الأهلي في الجولة الأولى الليلة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.